Ladies and gentlemen, تمكين الشباب وإشراكهم في العملية السياسية وصناعة القرار كانت النقاط الأبرز لمؤتمر قادة الشباب الإسلامي الذي أقامته منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية وبمشاركة أكثر من 50 دولة. هذا الحدث يعني الكثير لمنظمة التعاون الإسلامي التي تؤمن بدور الشباب، ودائما حرصت منظمة التعاون الإسلامي أن يكون للشباب دور، ومؤتمر وزراء الخارجية في دورته 42 في الكويت أصدر قرار وزاري ببناء قدرات الشباب من أجل أن يقوموا بأدوار كبيرة جدا على مستوى العالم الإسلامي. المشاركون في المؤتمر أكدوا من خلال أوراق أعمالهم ضرورة إفساح المجال أمام الشباب في مجتمعاتهم للعب دور سياسي واقتصادي وتنموي وخلق فرص عمل لاستيعاب كل القدرات الشبابية وتوظيفها. إن شاء الله ستضاف مخرجات هذا اللقاء إلى القمة التي ستعقد في إسطنبول بعد غد تماما. كما قلت، ذكر وزير الشباب والرياضة التركي عدد من الكلمات التي تنبئ بمستقبل لدى الحكومات والقيادات في العالم الإسلامي، أن يولوا الشباب اهتمام وتمكينهم في مواقع صنع القرار لإشغال طاقات الشباب والقوى الكاملة عندهم حتى لا تنصرف إلى أشياء أخرى. دور قد يقطع الطريق أمام الشباب في الانخراط في الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تنتهج التطرف وتتعارض مع التعايش السلمي في العالم. فما رغبة أكيدة وما حضور أغلبية الوزراء تقريبا وعددها من الوزراء اليوم في القمة الأولى للقادة الشباب، إلا تأكيد على وجود رغبة حقيقية لمحاولة دفع الشباب والنهوض به وجعله في مقدمة التمكين والاختيارات السياسية في الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي. مؤتمر قادة الشباب قدم توصيات تترجم من خلالها رؤاهم المستقبلية ونظرتهم التي تقوم على الديمقراطية وحرية التعبير انطلاقا على القناعة إلى الإكراه، ورفعها لقادة الدول الإسلامية المجتمعة في المؤتمر الذي سيقام في 14 و15 من الشهر الجاري. في مؤتمرهم الأول يسعى القادة الشباب إلى إشراك في العملية السياسية وتقديم رؤية موحدة على المجتمعات الإسلامية التي تنبذ العنف والتطرف وتؤمن بالتعايش مع كل المجتمعات الأخرى. بشير الحارثي، قناة بلقيس، اسطنبول.